تصريحات أبو تريكة على هدف محمد صلاح العالمي. شاهد رد فعل جماهير ليفربول على هدف محمد صلاح العالمي اليوم. أول تعليق من إيرين تين هاج بعد هدف محمد صلاح اليوم: السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شاهد تصريحات أبو تريكة على هدف محمد صلاح العالمي. طالب روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي بسرعة العمل على تجديد عقد الدولة المصري محمد صلاح هداف الفريق مع اقتراب نهايته، وانتهى عقد محمد صلاح في الصيف المقبل كما هو الحل لثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك في صيف 2025. روبي فاولر في مقال نشره على موقع ميرور البريطاني قال: يجب على ليفربول الاستفادة من محمد صلاح وفان دايك وأرنولد من خلال توطيع عقود جديدة معه. وأضاف في مرحلة ما يتعين على مالكي ليفربول تقديم عرض لثلاثة من اللاعبين الذين سيتم ذكرهم كأساطير، ويجب أن يكون عاجلا وليس آجلا. وأكمل: يجب أن تكون المفاوضات لما يمكن للنادي تحمله، سواء من الناحية المالية أو من حيث مدة العقد والسماح لصلاح وفان دايك وأرنولد بالرحيل بدون مقابل في الصيف فسيكون جنونا. وأشار إلى أن محمد صلاح وفان دايك فرصة للبقاء رغم كونهما فوق ال 30 عام. ترنت هو لاعب من أبناء النادي، ولا يمكنني تخيله يرتدي قميص نادي آخر، وفي سن ال 25 فهو في ذروة سنوات حياته المهنية. وواصل: يقال أنه لا يوجد لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، لكن الحقيقة أن رحيل أي منهما بدون مقابل سيكلف النادي كثيرا لاستبدالهم، لذلك سيكون على المسؤولين في ليفربول كسر الجمود من أجل مستقبل النادي. أول تعليق من إيرين تين هاج بعد هدف محمد صلاح العالمي اليوم: رد المقابط للناشئ إسرائيل أدينسيا على تصريحات محمد صلاح.